لا فازة وخضرة. كان هيعمل ايه بقى؟ فازة وخضرة ما عملش اي حاجة. طيب انت عايز منه ايه طيب؟ انا عايز بقى تمشي يا باشا وتسلك يا باشا وما يرضي الله. وانت؟ انا ملحوظ صغير، اول امبارح يوم الاربع النائب اللي هو اسمه فازة وخضرة معايا كان قررت الحقيقة دي بتصور، انا وقفت معاهم على فكرة، يعني تحس ان الكلام كله مش حقيقي، كلمة اخرها كده ما يرضيش ربنا. بس اتفضلي. احنا بنعاني والله، والله العظيم بنعاني، ربنا يستر. ما ينفعش الكلام ده، هو مش هنا بس، ده في كل نصيب. طب انت عايز توصل رساله ايه طيب؟ اوصل لهم ان هم يبصوا هنا ويشوفوا الدنيا دي فيها ايه. كل اسبوع بتقدر يا عم؟ كل اسبوع انا يا عم، انا يمكن ما شفتهاش خالص ناشفه الحته دي على طول كده. جايب البس كلها كده؟ البس كلها كده. بس كل اسبوع اثر الحوار ده، ولا في حاجه بتتحل ولا في حاجه بتتحل. ايوه كل مره بتوقع. بص يا راجل، بقول لك كل مره بقى.